أصحاب وعشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. تغيرات طباع وصارت أنواع. ما السبب يا ناس ولماذا؟ يك شراسة من طبع السباع والطيبة في الإنسان منذ الولادة. خلي والمكر والغدر للوحوش الجياع، وإحنا نخليه والحلم فينا عادة. لاش تطاحن لاش صراع، واجبنا الحب لأبعد مدى. لا تجعل غيرك عرضة للضياع، وتسبب له التعاسة بدل السعادة. لا للضياع لا للضياع. مسرح الإذاعة المغربية يقدم لا للضياع لا للضياع، مسلسل اجتماعي في حلقات. تأليف وإخراج أنور الجند. الحلقة 16. أمي قلبي، أمي قلبي، الله الله، راسي بغا يطرطق لي. الله مهمتي يدي ما بقتش حاسه بيها. الله الله يا سيدي يا ربي، كتفي كتفي كيضرني. عنقي عنقي ميت عليا، ما عارفه واش الحلاقه ما هادو ولا درست العقل هي اللي عطياني صداع. آه يا ربي أحياني أحياني، نوادري هادو سخونين عليا، نوادري يا عباد الله، عرقهم كيضربوا وبغاو يخرجوا من محلهم. عرق راسي يا ناسي ضروني في دراسي. أحيانا ربي، الله الله، ناري ناري ناري، اركبي يا خولية، ودني تشدات عليا يا ربي، وحتى من عينيا ما عرفتش علاش سخنات من الداخل. شنو هذا؟ هذا ظهري ظهري يا هيبة، بحال إلا هزيت عليه الحطب، وشعري شعرة به بحيلة تناسبت مع شي وحدة في الحمامة بنيتي. مسارني مسارني هادو، والمعدة المعدة مزيرين عليا. لا 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 لا، هذا الطنسيو ما عرفت واش هابط ولا طالع. المهم المهم، طلع عليا السخانة والتبريشة فيا، والسخانة قبطاني قبطاني. أجدة أجدة أحنا أجدة الحبيبة، يوم خير البارح وما كان بك والو، دغيا فرمشت عين نزلت عليك هاد الأمراض كلها. وشنو دابا بغيتي ترديني على كبريك الدهبة؟ لا حاشا جدا الحبيبة، أو زعما أنا بوحاطية أو بهاتة، حتى حد ما قال لك هاد الكلام. إيوا علاش جالسة كتكذبي فيا يا بنيتي وكتقولي غير البارح ما كان بيا والو؟ لأنك بالفعل كنتي صحة سلامة وحتى شي ما بك، كيفاش من البارح اليوم صبحتي هكا؟ إيوا مالي، غادية في الصغر، راه العظم كبر وقلال البصر وتحنى الظهر وتنتف الشعر، حتى من وجهي ولا صفر. هاي هاي هاي، على جدة الحبيبة رقية ولات كتنظم الكلام، ولكن ما غريبش عليك بطولة عمرك، انت والمرحوم بجدي عزيز عليكم الملحون. اش من ملحون ولا شفن سخون، خصك تفهمي باللي انا كبرت عيبة وما يمكنش نبقى بوحدية. إيوا دابا خرجتي من رومتك، دابا فهمت، قولي هادشي اللي بيك، قولي بيك هو الخبر اللي قلت لك والرغبة اللي عبر عليها بابا ديال نمشي نسكن معاهم، قولي هادشي اللي ضرك. وعلى هادشي ما كيضرش؟ لاباس من اللي ما سكت ليش القلب من اللي خبرتيني بشي اللي قال لك باباك الحاج الطاهر، علينا وياك عايشين العمر على طوله والسنين على طولها، الصباح بصباح والعشية بعشيتها والليل بليلو، عمرنا ما تفرقنا لا بشتوى ولا بصيف. تجي دابا تقولي لي راه باباك بغى تعيشي معاهم؟ أولا جدة الحبيبة، إلا كنتي متشبتة بي ألف مرة، أنا متشبتة بك مليون مرة. وثانيا شكون اللي قال لك غادي نتفرقوا؟ ما غادي تفرقنا غير الموت بطوال عمر الجميع، لأن بابا ما طلبنيش نعيش معاهم بوحدي، بالعكس كيلح وكيعاود باش حتى انتي تمشي معانا باش نعيشو جميع،
وكيف كتعرفي الفيلا كبيرة وكبيرة بزاف، وكيف قال بابا غادي خص لينا جناح خاص أنا وياك، والأهم من هذا كله ما كاينش اللي غادي يزعجك أو يقلقك. وكما في علمك حتى خالتي الحاجة عيشة ماشي شي مرة تبات منحوسة أو سليطة اللسان، ديما كتعاملني بحال بنتها وحتى انتي كتعزك وكتبغيك. والو بنيتي، كيف نقدروا نبدلو دارنا والو حتى بأكثر من الفيلا ديال باباك؟ أنا فراشي والفت والفني، كوزينتي قطعة مني، الميضع اللي كنصلي فيه صلاتي من الفجر حتى للشفع والوتر كيف نعمل نفارقو؟ وزيدي زيدي بنيتي هاد الشي بلا ما نهضر عهيبك بيتي على جاراتي اللي مسندة عليهم راسي ومسندين عليا ريوسهم ولينا بحال خواتات، والمارشي حتى هو اللي مال الخضرة والدسير والعطارة ومول الفران اللي حافظني وكيدير بوجهي. ايوا والطيابات ويلي على الطيابات ويلي على ويلي، كيفاش يا ويلي؟ على فين نلقى لي كيقبط لي البلاصة المخيرة في الحمام واللي كيسقي لي السطولة ويعمر لي البراد ديالتي ويحط لي القريشلات في الكلشة؟ على غير اجي ولقى بحال صاحباتي عبوش ومرقوش. أجد أجد الحنينة الفنينة الغزالة ديالي، المسألة كلها مسألة تولف وعادة، وكيف ولفتي هاد الشي في حومتنا حتى تما غادي تولفي، والفرق اللي كاين هو غادي ينقص عليك التعب والعذاب ديال المقضية والصخرة والتكرفس السوق، غادي تجلسي وكل شي يوصلك حتى لبين يديك. شنو شنو نجلس؟ ايوا هي بغيتيني نرزم ويموتوا عليا ركابية؟ الا لا ما قال لك حد جلسي، تريني كاع الى رشق ليك. تيران ديال التنس في قلب الفيلا، وحتى لابيسين غير في طريف الجرده وتلحي وضربيها بشي عومه دايزها الكلام. سير الله يمسخك العومان سمحت لكم فيه. ايوا وعبوش ومرقوش. غادي يبداو تهما يجيو عندك مره في الاسبوع، وهما اللي غادي يكسلوك في الحمام البلدي اللي في الفيلا، وماشي غير عبوش ورقوش، غادي يجيو جارات كلهم اللي ولفتي باش الحايحه اللي كتعملوا في حمام الحومه تحيحوا هنا في حمام الفيلا. صافي يا لالا. شنو اللي صافي شنو؟ وكثر من هذا جدة العزيزه، غادي تختاري البيت اللي عجبك في الجناح اللي غادي يخص لينا بابا، وغادي نهز فراشك وأتاتك وخوامك وزربية صلاتك وكل حاجة عزيزة عليك، وغادي نعملوا لهم فوتوكوبي من بيتك في البيت الجديد اللي في الفيلا. إيوا نزيدك. الحاصل انتي؟ الحاصل هو تقولي أوكي نعم يس وي بلا ما تهضري بلا ما تدوي. إيوا جاوبي بعدا على التليفون وشوفي اش من ما كتعيطلك النمرة. الو وي هيبه، ايوا ضحكينا معاك، ما تضحكوش غير بوحدكم. شكون؟ خالتي الحاجه عيشه. مكالمه سعيده هادي. كيف دايره بنيتي يا هيبه؟ ربي يخليك خالتي عيشه، يسول فيك الخير. وكيف حال الحاجه رقيه؟ يسول فيك الخير والربح، هيا حدايا. اذا معاها كنتي كتضحكي. قولي لي شكون اللي عاود النكته الاخر؟ طبعا هي، وإلا بغيتي المعقول جدة كلها نكات ومشخارة وتفليه، والحياة معها كلها ضحك ومرح وسعادة. إيوا الله يدومها حالة بنيتي، ولكن شوفي حتى احنا ما بغيناش نتحرموا من هاد السعادة. وقولي ليها را خالتي عيشة را محشة كليماتك وحديتك الزين، ورا الفيلا خاوية بلا بيك وبيها. مبلغة خالتي الغزالة مبلغ. واحد بابا كيف ولا شويه يديه؟ كيف بقى من الحديثه هو وعمي عباس؟ حمدنا الله وشكرناه، حال حسن من حال. ها وحده يا نيت هاكي سمعها هيبه راه بغى يهضر معاك. حاضر، سلمي عفاك على اختي كريمه وخويا عبد الكريم. شكرا يوصل. هاك الحاج، ها هيبه. اري يا الحاجه. الو هيبه، كيف دايره بنتي؟ كل شي بخير بابا، اهم حاجه هو نسمعوا عليك خبر الخير. لا انا شويه لاباس الحمد لله، كنحس بتحسن كبير. لقيتيني غادي ناخذ السياره ونجي لعندك. لا بنتي بلا ما تعبي راسك، اهم حاجه عندي يا بنتي هو تفكري في الموضوع اللي طرحت عليك.
ديال المجي والاستقرار معانا. ما تصوريش حال هذا الموضوع مهم عندي، خصوصا بنتي امك الله يرحمها وقفات عليا جوج المرات هاد الايام. خير وسلامه بابا. جوج المرات يا بنتي، ولا كلمه فمها من غير هيبه 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 الحاج هيبه الحاج. الحمد لله بابا، ما خصنا غير فضلك وخيرك مغرقنا. والو هيبه، ما يرتاح قلبي وترتاح المرحومه مامك في قبرها حتى يجمعنا سقف واحد. فالله يخليك يا بنتي، غادي تجمعي اغراضك انت والحاجه رقيه في اقرب الاجال تجي للفيلا. كتسمعيني؟ كنسمعك يا بابا. وماذا بيا ندخلوا انا وياك في نفس الوقت، نبغي نهار نغادر المصحى تغادري انت يا دار جداتك، ويلا بغات تخلي شي حاجه في دارها باش تبدا تطلع عليها ساعه ساعه ما كاين باس. المهم لحي عليها باش حتى هي تجي تسكن معانا. باذن الله تعالى بابا. ان شاء الله بنتي. شوفي واكدي للحاجه رقيه باللي راه غادي تكون مرتاحه، لانني كنعرف شحال متعلقه بدارها. الله يرحم الحاج الحسن جدك، افديك الدار تزوجوا وعاشوا فيها، وفيها ولد وماماك الله يرحمها، وفيها حتى انا تربيت. هيا بنتي، ولكن من حقي عليك كاب تجي تعيشي معايا حتى انا. لحقاش وصل الوقت فاش نتجمعوا، على الاقل حتى كل واحد من ولادي يتزوج ويدير دارو، وديك الساعه تحملوا مسؤوليه نفوسكم. وان كنت انا كنفضل حفادي يتولدوا قدامي. صافي يا بنتي تجدي لي الوعد. كل شيء عند الله قريبه بابا. ما فيش كايبه. ايوا نخليك دابا ترتاح ونبقاو على الاتصال. الله يرضي عليك يا بنتي، الله يرضي عليك. اصلوا المبرده تزدي جلول، وتمناها بالطوي بلا في هاد الركينه المقين انت تعجبكم وتتكلموا فيها على خطر خطركم. شكرا انا كبور. ايوا لكن ما تخبر شيء وتنساني هنا. شوف ساعه ساعه دوبل لا كوموند وما تعطل شيء الفريتور. هايق وكثر فيها الكلامات. حاضر زدي جلول، وحتى من الصوص غير تهنا. قديو لي بعدا بهاد الزويتنات وهاد الكورنيشو. بصحتكم بصحتك مدام، بصحة والراحة. شكرا. قرب قرب داك هذاك الزيتون سي جلول. هاكي يا لالة سناء، ها الزيتون وها الكورنيشو. اه ما عندي غير يدوز كوب لي بعدا كنفتح الشهية. هو الاول انا لالة سناء، ما تبقاي غير على خاطرك. ما فيش ماء لالة سناء، لالك بالفم. علاش علاش يا سناء؟ ياك اللي حليتي عليها فم كنشريها لك، اللي تشيتيها كنجيبها لك، واللي بغاها خاطرك كنحضرها في الحين. هالدهيب هالكسيوات هالصبيبطات هالعشاوات، وزيد وزيد وزيد. وريني يا سناء فاش مقصر معك. راه ما كانتك في قلبي ما يمكنش نوصفها لك يا لالة سناء. انتي وليتي بالنسبه لي اعز وحده في الدنيا، وإلا ما شفتك شيء بحال إلا ناقصاني شي حاجة. النهار اللي ما كتكوني شيء في جنبي بالنسبة لي نهار ناقص. ما بغيش الجويلي لي. علاش علاش يا سناءتي علاش؟ وأنا كل طلباتك أوامر بالنسبة لي، كل رغباتك كنفذها وأنا قابل وراضي، وفوق منهم وريضة أو عشيبة أولا. ولو هادشي كله ما كافي. إيوا وشنو اللي يكفيك باش نرضيك يا لالة سناء؟ اللي يكفيني زوج ديال الحوايج. يلا الحاجة الأولى أمري أنا كنسمع. أول حاجة ما تخلينيش عايشة مع أمي، أنا ما يمكنليش نبقى وأنا في هذا العمر عايشة معاها، حتى أنا خصني ندير محلي وداري وحياتي. بمعنى؟ ولي على بمعنى؟ شنو الكلام ديال المدارس؟ كيفاش بمعنى أسيهم جلول؟ أضرب راسك المعقول معايا، راني عاطيك شبابي هدية. راني ساعدك مهنياك مفوجاك بالخروج والدخول معايا وقت ما حليتي فمك. تنكر هادشي اولا؟ لا 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 حاشا، ما كاين كل الخير غير ولدي الحرام. ايوا هي اللي ربطي مخك المعقول يا ولد الحلال. انا راه عملت كروا على اي واحد، اي واحد يتقدم ليا او يتزوجني، ومخليه راسي ليك. ما كنتلفت لا لليمين ولا لليسر، وحتى من الخدمه بالليل مع الجوق الوالده مره كنخدمها ومره لا، لانني وليت معاك بالساعه وقتها. ايوا خليني سناء اللي كتعرف، سناء القطيطه المغمضه، ولا باغي تحولني لشي لابو ابنيه؟ لا 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 صافي 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 يا الحبيب، لا ما تقلقي. سناء هضري غير بشويه
رحنا في مكان عمومي راه ما القهوه هادي زعما. اشوف اجلول مكان عمومي ولا زرده عموميه انا ما كيهمنيش. ها اللي كيهمني هو شبابي اللي غادي يضيع ليا الا ما درتش علاش نرجع. ها وانا شبابي موهبه ليك وما ناخذش حتى من ضايع شبابي. ايوا فهمت يا صاحبي. ايوا دابا انا ما هربان لك من حق. قولي طلباتك وانا موجوده لاله سما. طلباتي يا مولاي الخير الا بغيتي نبقاو زينين ومفاهمين وضحكين ولاعبين هو هادشي اللي دويره فين تشترو ونسرو عرضنا. ايوا بلا خوات بلا قلق. القلق راه ما كيجي شيء مع وجهك الزين لالا سما. اه الا بغيتي وجهي يبقى ضحك وجهك هو من غدا نسمرو الصباط وتاخذ ليا شي دويره وتكتبها بسميتي. الا لا هي اللي ما تعاودش يا سناتي. غير خلينا دابا نتمتعوا بهاد البليسه المعتبره. شوفي شوفي وهاد المنظر الجميل. هي لو وعدتني بالدار. الا لا كان وعدك وعد شرف. شرف وعد شرف. الا انا غير وعدني ونفد. ما توعدني لا بوعد شرف ولا بوعد جواد. الا لا كان وعدك بلا شرف وبلا جواد ومن الاسبوع الدخل غادي نديروا يدينا في الدين بعضياتنا حتى نلقى لك اللي تبغي والدويره اللي تشاي. وهكاك ايوا بلاتي بعدا كنبلل ريقي ونعمل هاد الزويتين. لا لا بلل ريقك بالصحه والراحه. ايوا قولي لي شنو الحاجه الثانيه. والحاجه الثانيه راه قلتيها. شنو هي؟ شنو هي؟ يدينا في يد بعضياتنا. اه يدينا في يدين بعضياتنا. ولعلا اه علاه شنو قلتي لماما زهيرة والسي رحال؟ فاش كيفاش فاش علاش وجنا يا قلتي باغي تزوج بيا ولا عاوتاني ما بقيتش عندك رغبه؟ بالعكس سناء انا هذا الرغبه عندي الغرض نحققها اليوم قبل غدا. ايوا وانتي مالينا انتي قابله. ايوا شنو معلوم قابل. انا كنقول لك ما بقيتش كنتلفت لا على اليمين ولا على اليسار وانت الكل في الكل بالنسبه ليا وبعد كتسولني ما فاهمش هاي. واش ما فاهمش باللي الراجل الوحيد اللي معمر لي حياتي هو انت؟ اشنو هاد السؤال البهل عندك؟ بصح بصح سناتي بصح المومو ديال العينين ديالي. ايوا المومو ديال العينين ديالك سيدي هو الا درتي لي هاد الشيء اللي قلت لك عليه البارح قبل ما نغدى. لا لا البارح قبل ما نغدى غزالتي غير متعيني باللسان الحلو والكلام الزين والجلسه اللي كتفرح القلب وكتنعش الروح. اجي 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 قرب حدايا سناتي. اجي بقى بقى بلاصتك بقى بقى بلاصتك الجويلي. وين الوالده؟ الوالده وليدي فصل على سلامتك. الله يسلمك الوالده. اشنو هاد الشيء اللي في الميكات اوليدي؟ هو غير شي شويه ديال المقضيه امي وشي الحيمات مع شويه الحوت. وعلاش عليك بهاد العذاب؟ على الا تقديت لدارنا عذاب امي ولا انت يا الوالده باقي كتشوفي فيا دري صغير؟ حاشا وليدي انت كبرتي وحنا كبرنا معك ورفعتي راسنا وإلا بغيتي المعقول غادي نكذب عليك الا قلت لك ما تقداش. لحقاش وليدي باك ما بقاش قايم بواجبه وانا بصراحه غير كنضرك عليكم لانه الا عطاني المصروف نهار كيمنكو يومين ولا كيدير السباب الغوات معايا وكيفتح الباب وكيخرج وهذا الشيء ماشي مره وماشي عشره. وانا يا ولدي فيصل كنبغيك تبقى بعيد على هاد المشاكل وتركز دماغك كله في شغلك وفي برامجك ونجاحك. وكتقول لي يا امي معذب راسي علاه الا ما حليت محل با منين غادي تجيكم المقضيه؟ اش غادي ندير وليدي باك اليوم على غدا ولا كيجعر وانا غير هزها في الصبر وكنقول دابا يهديه الله وهو ما بغى يحشم. كنا كنغوتو على سهر الليل خصوصا ملي كيعرفك وليدي مسافر عندك شي خدمه خارج الرباط. وكيفاش ودائما كيبات مع داك صاحبو رحال؟ هذا ما كيقول وليدي والله اعلم. لا 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 هادشي هادشي اللي غادي يكون امي غادي يكون غير كيسهر معاه وملي كيعيا كيفضل لي ناس معاه خصوصا وهذا الرحال عزري ديال راسو وعايش بوحدو لا مرة تنصح ولا دراري ينهيو. فين هي منى بعدا؟ كاع ما كنسمع حسها. اه منى راه غير امي فينها منى في هذا الوقت؟ راه وليدي قالت لي غادي تمشي شي عيد ميلاد ديال صاحبتها. كيفاش عيد الميلاد؟ حتى لهاد الوقيته؟ امي شنو هذا؟ ما بقات عندنا قيمه ولا حرمه في هاد الحومه.
أبا ما يدخل حتى الصباح وأختي تغبر حتى لهاد الوقيته. لا 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 لا، هذه مناجات مناجات، عاود تاني هاد الليلة غندوزوها في شي كسرة. كنتم مع المسلسل الاجتماعي لال الضياء. شارك في هذه الحلقة فاطمة بن مزيان، ماريا صادق، أحمد الناجي، بن عبد الله الجندي، جمال بن شيبة، جيهان مينا، وأنور الجندي. هندسة الصوت محمد الناجي بمساعدة فاطمة لتيمي. المخرج المنفذ حميد زيان. لالي الضياع، تأليف وإخراج أنور الجندي.